السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية. اليوم راح نبلش يعني أول محاضرة، يعني هاي المحاضرة بالفيزياء النووية، نعطي فيها معلومات زي المحاضرة السابقة، لكن إيش بشكل يعني صوت زائد، ممكن يكون وضوح أكثر في هذا الموضوع. إحنا أول شيء أنا بحب نبلش موضوع composition of the matter، يعني هي إيش يعني محتوى المادة بشكل عام. اي ماده الماتر، احنا يعني النواه، الذره، هاي كلها بنسميها يعني شيمات، كلها هاي بنسميها ماتر. طبعا هذا احنا بقول لك اي ماتر في الدنيا مكون اتليست من 3 فاندمنتال بارتيكلز، من 3 جسيمات ايش يعني رئيسيه. اي جسيم في العالم، اي ماده في العالم مكونه من الالكترونات، اي الكترون هاي الماس له ناقص 31 تشارج، ايوه اصغر شحنه موجوده في الكون، صح؟ سايز ما له سايز، بروتون هاي الماس له طلع حوالي يعني اكبر بكثير تقريبا، يعني بجوز حوالي ب 2000 مره من اللي هو ماس الالكترون، والتشارج طلع نفس التشارج بس هون بوزيتيف وهون نيجاتيف. النيترون طبعا عنده تشارج زيرو، صح؟ لكن الماس ايش تقريبا طلع، شوف الفروقات بين الماس هنا يعني 5 بالألف، يعني 2 بالألف الفروقات بين الماس. طبعا تشارج زيرو. بالنسبة للسايز، السايز البروتون حوالي 3 فيرمي، يعني بدك تعتبر الكرة، البروتون عبارة عن كرة، والكرة هاي ايش تقريبا قطرها 3 فيرمي، يعني نص القطر عندها 1.5 فيرمي. كل فيرمي بتعرفوا 10 قوى ناقص 15، امبارح تحدثنا عنه، هذا يونت مهم بالفيزياء النووية. إذا ملاحظين the mass of proton and neutron are close، يعني قريبات من بعض، لكن هم أكبر ب 1840 مرة من ماس الإلكترون، سواء البروتون أو النيوترون. إذا أي شيء في الكون هو مكون من، على الأقل على الأقل أتليست، طلع ركز على كلمة أتليست، على الأقل مكون من إما إلكترونات وبروتونات ونيوترونات مع بعض. طبعا في جسيمات ثانية بس أتليست لازم يكون مكون من. الآن The Atomic Nucleus، النواة بشكل عام، هي النواة، صح؟ هاي طبعا الإلكترونات اللي بتدور حواليها، صح؟ مثلا هاي معطينا إيش نواة البريليوم، في عندها 4 بروتونات مثلا على سبيل المثال، وخمس نيوترونات. فلو تيجي تعد هذول اللي موجود بجزر اللون مش واضح، بيطلعوا قديش مع بعض؟ 9، اللي هاي تشكل النواة. طبعا ما في لها جدار يعني واضح، النواة يعني هو تكتل جسيمات. طبعا عدد البروتونات هو نفسه عدد الالكترونات، طلع كم الكترون؟ 1 2 3 4، هاي الالكترونات بتدور ايش بمدارات، يعني حاليا بنقول مدارات، بس هي صراحه الكوانتم ميكانكس يعني اعرضت على موضوع المدارات وتحدثت عن ايش، عن قيمه معينه من الالكترونات بتكون حولنا. هاي على سبيل المثال نواه البريليوم. هسه بنشوف كمان شوي كيف نكتب نواه البريليوم، هذا اللي بدنا اياه. طبعا هنا المودرن اتوميك ثيوري اللي بتحكي، طبعا طبعا مش بور اتوم، لكن اللي بعدها اجت تحدث عن غيمه، طلع غيمه الالكترون، هاي النواه هي اللي موجوده هون، وغيمه الالكترونات ليست مدارات كما توقع بور اكزاكتلي 100% بهذا الشكل وبهذه الطريقه زي بلانيتري موديل، وانما هي غيمه من الالكترونات تكون متواجده في مناطق معينة، لا تج... يعني لا تحت يعني لا تتعدى هذه المناطق، واحتمالية وجودها هو الفيصل في هذا الموضوع كما تحدثت عنه ايش الكلو ايش الكوانتم ميكانكس. طبعا هذا ايش بنسميه الكترون كلاود، كلاود يعني الغيمة الالكترونية حولنا. اذا هذا من ناحية كلاسيكية، شوف كيف الوصف. هلا من ناحية كمية من مودرن، شوف العنوان مودرن اتوميك ثيوري بتحدث عن غيمة من الالكترونات. هلا النيوكلون، انا هذيك اليوم حكيت امبارح عن النيوكلون، هو جنرال تيرم تو دينيت ا نيوكلير بارتيكل، يعني سواء كانت بروتون او نيوترون شو بدنا نسميه من يوم طالع نيوكلون، لكن عندما يكون النيوترون او البروتون خارج النواه كل واحد بحافظ على شخصيته له اسمه الذاتي الخاص فيه. نيوترون نيوترون، البروتون بروتون، لكن عندما يتواجد النيوترون والبروتون داخل النواه فيسمى كل منهما نيوكلون. هلا في شيء اسمه اتوميك زيت اللي هو الشحنه بشكل عام للنواه، صح؟
ثلاثة مكماس اللي هو الايه، الايه يساوي عدد النيوترونات زائد زد زد عدد البروتونات. إذا دائما الذي يعطي الشحنة هنا عدد اللي هو زد اللي هو عدد البروتونات، فلذلك ايه الرقم العلوي اللي راح نشوفه راح يساوي عدد النيوترونات زائد ايش عدد البروتونات. هذا الايه ايش بنسميه؟ اللي هو الاتوميك نمبر يعني، او الاتوميك ماس بشكل عام، ماس نمبر. طلع شو مسمينه هون، ماس نمبر. اما بالنسبه للزد ايش بسموه؟ اتوميك نمبر. طلع شو بسموه الزد؟ اتوميك نمبر. وذا نمبر اوف نيوترونز، شوف نمبر اوف نيوترونز ايش نسميه؟ ايش ان. اذا اي تساوي ان زائد زد، هذا بشكل عام لازم تعرفه. هلا احيانا كيف نحن بنكتب النواه؟ مثلا طلع البريليوم، شوف كيف نكتبها، حرف البي اي بريليوم، اربعه تحت شو هذا اللي هي زد، طلع هي زد هون، والاي اللي فوق اللي هي تسعه اللي هي تمثل الماس نمبر اللي هو عبارة عن النيوترونات زائد البروتونات. فبالتالي لو أجي سألتك كم بروتون هنا، بتقول لي أربع بروتونات، كم نيوترون؟ تسعة ماينس أربعة خمس نيوترون، صح؟ هذا بالنسبة لهاي النواة. مثلا هاي الليثيوم، صح؟ ثلاثة سبعة، ثلاثة عدد البروتونات، صح؟ هي زد، طلع عدد ثلاث، وسبعة اللي هو الاتوميك اللي هو A، شوف فوقاني هذا سبعة هذا A. أما بالنسبة لعدد النيوترونات، الفوقاني ناقص التحتاني، سبعة ناقص اللي هي ثلاث بيطلع لنا إيش؟ أربعة. إذا أربع نيوترونات هون وثلاث إيش؟ بروتونات. في الأنوية أحيانا بصدف معنا إنه الأنوية في لها نظائر. شو يعني نظائر؟ النظائر يعني بيكون فيها عدد زد متساوي وعدد الاي مختلف، زي تطلع هاي النواة الهيليوم عندها زد قديش؟ اثنين، وهاي كمان عندها اثنين، لكن عندها هنا فوق أربعة وهنا ايش؟ أربعة. فهذا دول بسموهم ايزوتوبس. ايزوتوبس يعني نظائر. فبالتالي النظائر هو سبب وجودها اختلاف في عدد النيوترونات. هون كم نيوترون عندنا هون؟ هون نيوترون واحد. بينما تطلع هون قديش كم نيوترون عندنا هون؟ هون عندنا نيوترونين. فنواة الهيليوم 2 4 عندها نيوترونين وبروتونين، بينما هاي نواة الهيليوم 2 وعندها نيوترون واحد فقط. هذول يعني بسموهم الايزوتوبس. فالايزوتوبس موجودات حوالي اكبر من اكثر من 3000 ايزوتوبس موجود في الطبيعه. صحيح عندنا 92 عنصر في الطبيعه، لكن لهم ايزوتوبس. مثلا الرصاص عنده حوالي 12 نظير، الاكسجين عنده اربع نظائر، هذا عنده نظائر، في كثير من العناصر عندها ايش؟ نظائر، سبعه وثمان نظائر وثمان نظائر. مثلا الاكسجين في عنده 16 و17 و18 و15، ولكن ايش؟ عاده في واحد بيكون اكثر شيء موجود في الطبيعه، فبسموه ايش؟ اللي هو نسبته العاليه بتكون. هلا نيجي لميل النوكلايد. لوجود، بقول لك هون because of the existence of so many isotopes، يعني بوجود، بسبب وجود كثير من النظائر، the term element is sometimes confusing. لذلك نحن بنصير يعني كلمة element بصير تخربطنا هنا في الموضوع. فلذلك احنا راح نستخدم اشي اسمه اللي هي nuclide. النوكلايد اللي هي النوية احسن من يوم طالع element، لانه في نظائر كثيره. هذا النيوكلايد بتحدد النظير يم اي نظير بدك اياه. النيوكلايد مثلا الهيدروجين واحد او اثنين او ثلاث، صح؟ لكن الاليمنت كله بسموه اليمنت هيدروجين، لكن النيوكلايد هي مور سبيسيفيك، يعني متخصصه اكثر. بالتالي من يوم طالع راح نستخدم اسمك شيء اسمه النيوكلايد. اذا النيوكلايد ان اتوم ذات هاز ا ديفينيت ماس نمبر ايه اند زد. فاللي عنده زي تطلع مثلا هاي، هاي نيوكلايد، هاي نيوكلايد، هاي نيوكلايد، هاي نيوكلايد، صح؟ فما بتقدر تقول هذا element، صح؟ زي بالكيمياء، بالكيمياء بقول لك element لمين؟ للكربون، لأنه تفرقش معه كل الكربون سواء 13 و12 و14 و16 كله إيش؟ كربون، element بسموه. بينما إيش؟ النظائر كل نظير له اسم إيش؟ محدد، بسميه نيوكلايد. هلا الاتوميك ماس امبارح حكيت عنها. الاتوميك ماس الـ A1 نيو هي 1 يعني اتوميك ماس يونت بسموها، تستخدمها كثير في الفيزياء النوويه. الواحد اتوميك ماس يونت يساوي 1.6×10^27 كيلوغرام. هذا طبعا يمثل مين؟ يمثل ماس البروتون. فبالتالي احنا ستاندرد تاعنا اللي بنقيس عليه هو البروتون.
فالبروتون طلع عندك الاتوميك ماس يونت هالقد، النيوترون طلع فيش خلاف، هون 1.008 اكبر شويه، بينما هون 1.007. طلع الالكترون 0.00055، الهيدروجين طلع قديش؟ الهيدروجين 1.7. فهي بسموها ايش؟ فاحنا راح نستخدم اليونتس دائما في الحسابات، وبعدين بنحولها للطاقه اللي هي ميجا الكترون فولت زي ما امبارح حكيت. طلع مثلا اكزامبل، هاي مثلا هاي اللي هي البورون 5 11، طلع الان قديش عندها اتوميك يونت 11 ولا كذا، الكترون طلع قديش عنده هالقد، طبعا هذا مش مهم. هلا الماس عندي انرجي، طلع انا بقدر احول ماس يونت الى انرجي حسب اي معادله. اهم معادله هاي طبعا احنا بالفيزياء النوويه المعادله هي الاساس تاعتنا، هي اللي حررنا من الطاقه، هي اللي نحسب عليها الحسابات كلها، انه اي ماده في العالم، اي ماده في العالم في الكون تخضع لهذا القانون، وهي القانون تعطيك الريست انرجي لها. طبعا سي اللي هي سرعه الضوء هالقد، صح؟ بقدر احولها بالوحدات الجديده اللي امبارح حكيت عنها. فمثلا طلع هاي حولنا الماس يونت، هاي الام وهي سي سكوير، لما حولناها طلعت معنا 931 ميجا الكترون فولت. فبالتالي الماس للريست انرجي، الريست انرجي للبروتون بهاي المعادله قد 931 ميف. طب قديش الماس؟ 931 ميف على سي سكوير، صح؟ فالسي سكوير طلع منها بهذه الطريقه، يعني كيف تستخدم الايش؟ اكزامبل، what is the rest energy مثلا، what is the rest mass energy of proton هالقد، صح؟ استخدم E تساوي MC سكوير، حط الرقم اللي هو يونت، تضرب الآن، شوف في عنا طريقة جديدة، 931 ميف على يو، اليو مع اليو بتروح، شو بضل عندنا ميفات. فبالتالي أي إشي من يوم طالع بدك تحوله من ماس يونت إلى ميف، بس بتضربه ب 931، اليو اليونت مع اليونت تروح، فبصير البروتون الريست انرجي قديش؟ 938. نفس القصه للنيوترون 939، طلع الفرق بيناتهم شوي بسيط، يعني هي اثقل شوي. بعدين بيجي الالكترون، اذا بدك تعمل الكترون قديش؟ 0.511 ميف. هاي الطاقات كلها بسموها ريست انرجي ايش؟ للبارتيكلز اللي هي مكونات مين؟ الكون. احنا هيك بنقول مكونات الاشياء، البروتون والنيوترون والالكترون. المرة القادمة إن شاء الله رح نبلش بموضوع اللي هو defective mass أو binding energy، رح نتحدث عنه بإذن الله تعالى later on إن شاء الله خير.